احنا بحضراتكم في الكورس رقم 4 تحت عنوان البولت كونكشن، وده الكورس رقم 1 في مجال الاناليسيس. التلات كورسات اللي فاتوا الاسامبلي والبارت موديلنج والدرافتنج كانوا بيتكلموا عن حاجه مهمه جدا، هو الحصول على الكات فايل كخطوه اولى من خطوات الديزاين. ده الكورس رقم 1 في مجال الاناليسيس. والكورس رقم 4 اللي بيقدمه لكم جروب ديزاين اونلاين في مجال الميكانيكال انجينيرنج، بيقدم حضراتكم الكورسات دكتور عمرو شعبان من هندسه عين شمس، محاضر لماده الكات في اكتر من مكان. كان بدايتنا دايما هي التعرف على الديزاين بروسيس. ابتدينا بالبروبلم ديفينيشن اللي خرجنا منها بالسبيسيفيكيشن، مرورا بالكونسبتشوال ديزاين اللي استدعيت منها فرع العلم اللي يهمني او الدوميننت كونسبت، ثم الامبيرمنت ديزاين اللي قدرت اخرج منها باللاي اوت، ثم المرحلتين المهمين جدا وهي مرحله الاناليسيس ومرحله المانيفاكتشرنج. مرحله الاناليسيس اللي كنت بتحرك بالكات فايل اللي انا حصلت عليه الى احد البرامج المسؤوله عن الاناليسيس اكوردنجلي الديسيبلين اللي انا بتجه ليه، وبحصل في خلال على الريزلتس اللي بتقول لي في الاخر هل الديزاين بتاعي ابروفد او لا. وكان المسار الثاني هو مسار الكام سي ان سي اللي بستطيع من خلاله الحصول على الفيزيكال بروتوتايب او البرودكت بصفته النهائيه. مجال الاناليسيس دوت واسع وكبير جدا جدا. احنا هنبداه بالحاجات اللي مش متعلقه بالفاينايت اليمنت، اللي هي الحاجات الفيري تراديشنال فيري كونفنشنال، زي الديزاين اوف فيموس ميكانيكال كومبوننتس، البولت كونكشن على سبيل المثال، وده اللي هنبدا بيه الكورس بتاعنا، الباور ترانسميشن مثال تاني، وفيها الشافت والبيرنج والكيز والجيرز. تعالوا نبدا مع بعض بالبولت كونكشن. عشان ادرس بولت كونكشن محتاج ان انا ادرس الموضوع من ثلاث منظورات. المنظور الاولاني هو منظور الكونكشن نفسه، البولت ماتيريال والجوينت ماتيريال ونوع المسمار نفسه او نوع البولت وعدده والسايز بتاعه. بانتهاء المرحله ديت بيبقى عندي معلومات الكافيه جدا كجيومتري، لكن فاضل معلومات اللي متعلقه باللود. لازم احدد اللود بتاعي هو شير ولا اكسيال، ويا ترى اللود فاكتور عامل ازاي، والسيفتي فاكتور اللي انا عايزه قد ايه. الحقيقه المرحله دي يمكن البرنامج او اي سوفت وير ممكن يساعدني فيها، اما مرحله اللود فصعب جدا السوفت وير يساعدك فيها الا لو انت بتتكلم على فاينات اليمنت اناليسز، وده مش اللي احنا مختارينه دلوقتي. اخر مرحله هي مرحله الريزلتس، ومرحله الريزلتس هي اللي من اخر اللي بحصل من خلالها على بعض المعلومات. ولكن زي ما قلنا في اول محاضره خالص ان انا لازم اكون بروفيشنال يوزر، وده معناه ان انا لازم اكون عارف كويس جدا البرنامج بيطلب مني ايه وهيديني ايه. البرنامج هيديني مجموعه رموز وجنبيها شويه ارقام. الحقيقه بروفيشنال يوزر هو الوحيد اللي يستطيع من خلال الريزلتس ديت انه يحكم على الديزاين اللي قدامه ويقول الديزاين دوت ابروفد ولا محتاج تحسينات. ولو قرر محتاج تحسينات هيكون عارف كويس جدا ايه الحاجه بالظبط اللي لو حسن فيها هتديله النتائج اللي هو عايزها. الاديشن تنشن من اشهر الريزلتس اللي انت لازم تحصل عليها وانت بتعمل بولت كونكشن ديزاين. يليها في الاهميه طبعا التايترنج تورك، ودي طبعا متعلقه بيها تعلق رئيسي، ثم الاستريسز اللي على البولت كونكشن سواء كان البولت نفسه او كانت الجوينت، واخيرا المارجن اوف سيفتي اللي هي بتبقى عباره عن رقم لما بتقارنه بالسيفتي فاكتور بتعرف تقول في الاخر الديزاين بتاعي دوت ابروفد ولا لا. ده بالنسبه لنا الثلاث انواع اللي احنا هنتعامل معاهم. النوع الاولاني هو نوع الثرو بولت او المسمار النافذ، والنوع الثاني هو نوع السكرو. جزء الجوينت اللي فوق بيبقى فيه هول عليه تولرانس، والجزء الجوينت اللي تحت بيبقى فيه ثريد. والنوع الثالث هو نوع الستاد، ده المسمار اللي ملوش راس وبيبقى عنده الوز من الناحيتين، وعشان كده لما بنيجي نوصفه هو تحديدا بنقول ام اللي هو متريك، لو انا شغال متريك سواء انزي او ايزو بنتريك، ام في الديامتر، والديامتر هنا معناه نومينال ديامتر، في ال اللي هو الطول الاجمالي، والطول الاجمالي دايما بتحسب من تحت راس المسمار لغايه منطقه الشامفر، ومن تحت راس المسمار هنا في التاب بولت لغايه برضو منطقه الشامفر، ومن اول الثريد لغايه فوق في الستاد، يعني الجزء اللي تحت دوت من الستاد ما بيدخلش معايا في توصيف او ديزيجنيشن بتاع ال ال البي دائما هو طول الثريد، وحالة خاصة في الاستاد ان في بي واحد، وبي واحد دوت هو الانجيجد ثريد او الجزء اللي من الثريد اللي في الاستاد اللي متعلق او انجيجد مع الجوينت. دي بعض الدايمنشن في حالة لو احنا ما عندناش جداول، دي بعض الدايمنشن الريليتيف اللي انا من خلالها بستطيع ان انا احط ابعاد نسبية لاي مسمار واقدر ارسم اي مسمار. ولكن طبعا الاحسن والادق هو ان يبقى عندي جداول الستاندرد، واي ستاندرد من الستاندردز اللي احنا هنعرفها هيبقى فيها مجموعة دايمنشنز كلها متعلقة ببعض، منها راس المسمار ومنها راس الصامولة ومنها الثريد ومنها طول المسمار الإجمالي ومنها الشامفر، حاجات في منتهى الدقة وموجودة كلها في الستاندرد. يعني إيه عايز أحسب بولت كونكشن
يعني باختصار شديد جدا انا عايز اعرف لما اجي اربط المسمار دوت اربطه بتايتنينج تورك قد ايه. وعشان ارد على السؤال ده هجد نفسي بسال مجموعه اسئله تانية. طب يا ترى السايز اصلا قد ايه، وعدد المسامير قد ايه، والماتيريال بتاعت المسمار قد ايه، واللود اللي على المسمار شكله عامل ازاي. كل الاسئله ديت بمجرد ان انا ارد عليها هقدر في الاخر اقول يبقى التايتنينج تورك بتاعي لازم يبقى بكذا. التايتنينج تورك هو التورك اللي انا بربط بيه المسمار، وعشان اربط اي مسمار محتاج ان انا اثبت الراس والف الصامولة، او ان انا اثبت الصامولة والف الراس. وطبعا ده على حسب نوع المسمار، هل هو تاب بولت ولا ثرو بولت ولا ستاد. لما بجري عملية التايتنينج هيحصل عندي فريكشن في منطقتين. المنطقة الاولانية ما بين راس المسمار والجوينت، ودي منطقة مسطحة. الحقيقة لو انا خدت بروجكشن للمنطقة ديت هجد ان هي عبارة عن دايرتين جوا بعض. المنطقة ديت الفريكشن اللي فيها اقدر اقيسه بمنتهى البساطة عن طريق الاف اكسل في الار مين 2 في ميو. طبعا الميو هنا كوفيشنال فريكشن، والاف اكسل هي الاكسيال لود اللي هيحصل على المسمار نتيجة ربطه بتايتنينج تورك. لان السكرو نوت ميكانيزم بيقول ايه؟ بيقول ان لو راس المسمار ديت ثبتها والصامولة ديت لففتها، الصامولة دي لا محالة هتحول الحركة الروتيشن بتاعتها الى بيور ترانسليشن، وده معناه ان الصامولة ديت نتيجة الربط بدأت تطلع لفوق. لما بدأت تطلع لفوق بدأت تضغط الجوينت، وبكده يبقى حققت الفانكشن بتاعتها، وفي نفس الوقت بدأت تشد المسمار، اصبح المسمار عليه تنشن واصبحت الجوينت عليه كومبريشن. كل ده نتيجة التايتنينج تورك تي. التايتنينج تورك تي دي اللي انا بربط بيها المسمار هيروح جزء منها في الفريكشن اللي بين راس المسمار والجوينت اللي احنا سميناه تي 2، اللي احنا قلنا هو عباره عن الاف اكسل في الار مين 2 في الميو، وقلنا الميو هو كوفيشنال فريكشن، وقلنا الاف اكسل هي التنشن اللي حصل هنا في المسمار، وفي نفس الوقت هو الكومبريشن اللي حصل على الجوينت. اما ار مين 2 فده الراديوس الافريج في للاريا الفريكشن اللي بتجمع راس المسمار مع الجوينت. الجزء الثاني اللي هيضيع في الفريكشن وسميناه تي 1 هي نفس المعادله اللي فوق بالظبط، لكن اصبح الكوفيشنال فريكشن ليها شكل اكثر تعقيدا شويه. يعني بدل ما بقت ميو بقت ميو داش بلس تان الفا على 1 ناقص ميو داش تان الفا، ودي طبعا حسبه رياضيه متعلقه بان الثريد اللي هنا عباره عن سطح مايل عامل زي السلم مايل وحلزوني، وكل ما بلف حوالين المسمار دوت مسافه معينه كاني بالظبط بطلع السلم الدائري بطلع لفوق مسافه البيتش او الخطوه بتاعه المسمار. وده اللي احنا بنحطه في التوصيف. لو انا عندي مسمار ام 14 في 1.5 هي دي ال 1.5 دي، معناها ان انا لو تخيلت نفسي ماشي على المسمار ده كانه سلم ولفيت لفه كامله او طلعت دور، الدور دوت هو البيتش. وبالتالي هنا الميو ما بقتش بصفتها الفلات العاديه او السيمبل، لان هنا سطح فلات، بقت اكثر تعقيدا شويه، بقت ميو داش بلس تان الفا على 1 ناقص ميو داش تان الفا، حيث ان الميو داش هي عباره عن الميو على كوزاين البيتا، والبيتا هي زاويه ميل سنة المسمار، والتان الفا هي عبارة بالظبط عن الزاوية اللي انا بقطعها لما بلف حوالين المسمار لفة كاملة. وبالتالي التان الفا دي متعلقة تعلق شديد جدا بالبيتش، لاني لو مشيت حوالين المسمار لفة كاملة معناه انا مشيت السيركونفرنس بتاع المسمار، معناه انا مشيت الباي دي، هطلع مسافة البيتش، ومن هنا اقدر احسب تان الفا ان هي عبارة عن البيتش على الباي دي. المهم في الاخر ان دي كلها عباره عن كوفيشنال فريكشن، دي كلها عباره عن رقم كسر. هذا الرقم هيتضرب في الاف اكسل، وشرحنا الاف اكسل وقلنا في الاخر الاف اكسل ديت هو الشد اللي حصل على المسمار والضغط اللي حصل على الجوينت نتيجه عمليه الربط. الار مين 2 كنا عارفين ان هنا الريديوس المتوسط للفريكشن اريا اللي بتجمع راس المسمار والجوينت. اما الار مين 1 فتعتبر هنا الريديوس مين او المين ريديوس بتاع المسمار، اللي هي لو ضربتها في 2 هيديني الدي مين، او اللي احنا بنسميه الكور ديامتر زائد الاوتر ديامتر على الاثنين. الكلام ده كله طبعا كان عباره عن حسابات معقده. التايتنينج تورك كالكوليشن او هنسميها المانيوال كالكوليشن كانت عباره عن سكه طويله جدا. بدخل طبعا زي ما قلت حركه من تان الفا، كنت بجيب البيتش والدي مين فاحصل على تان الفا، وبعدين بمعلوميه البيتا، والبيتا طبعا في حاله الفاستنرز او البولت كونكشن بتاعتنا هتبقى عباره عن 30 ديجري. طبعا لو انا بتكلم على باور سكرو شكل راس المسمار مختلفه، او اسف شكل سنه المسمار مختلفه،
او سنه الباور سكرو مختلفه كان ساعتها البيتا دي هتتغير، لكن البيتا عندنا في حاله الفاستنر 30 ديجري. بحصل على الدي مين والارمين 1 والارمين 2 والميو داش لغايه في الاخر بدخل على المعادلتين دول واجيب التي 1 والتي 2 والتي. طبعا الكلام ده احنا بنحسب بايدينا، ولكن احنا النهارده او من التلاته من الكورس بتاعنا دوت عايزين نستخدم الكاد او الكمبيوتر ايدد ديزاين عشان نستطيع ان احنا نستخدم السوفت وير وليكن الاوتوديسك انفنتور اخترناه عشان نقدر نحسب او ديزاين او نعمل ديزاين لبولتك كونكشن. رغم ان الموضوع هو في الاخر موضوع كونفنشنال جدا، كل قصه ان البرنامج هيبقى مدخول جواه في البرنامج بتاعه في الكودينج بتاعه مجموعه المعادلات دي، وبالتالي المتوقع ايه؟ المتوقع ان البرنامج يبدا يديني معطيات، يطلب معطيات مني ويديني نتائج. طيب احنا هدفنا ايه بقى دلوقتي؟ هدفنا ان احنا نبقى بروفيشنال يوزرز، يبقى احنا لازم ندي معطيات سليمه للبرنامج عشان اتوقع نتائج سليمه من البرنامج، ولازم كمان اكون عارف اصلا ايه هي النتائج ديت، لان في الاخر البرنامج هيديني ريبورت في مجموعه من الرموز جنبيها مجموعه من الارقام. افتكروا معايا بقى الكلمه اللي احنا قلناها في الاول خالص، احنا مش عايزين نعمل كاربج ان كاربج اوت، لان اي حد الحقيقه هيدخل اي ارقام في البانل اللي هتطلع له هيطلع له اي ارقام. احنا عايزين ان احنا فعلا نحصل على نتائج معبره عن الواقع، وان احنا فعلا عملنا رياليستيك سيميليشن واستطعنا في الاخر ان احنا نحصل على نتائج موثوق فيها بالفعل. احنا طبعا مش هنمشي في القصه بتاعه الهاند كالكوليشنز ديت، وعايزين دلوقتي نروح للبرنامج، بس قبل ما نروح له تعالى نكمل الرحله عشان نفهم البرنامج هيطلب مننا ايه بالظبط. هو ايه اللي بيحصل لما ببدا اربط المسمار؟ عشان اعرف اللي بيحصل على المسمار تعالوا نعمل الموديلنج. تعالوا نتخيل دلوقتي ان المسمار عباره عن سوسته او سبرينج، وتعالوا نتخيل الجوينت برضه هو كمان عباره عن سبرينج. لو حصل وان انا ربطت المسمار دوت، طبيعي جدا في مرحله التايتنينج ان المسمار ده يتشد وان الجوينت تتضغط. فلو انا رسمت المسمار على هيئه سبرينج، واي سبرينج في الدنيا ليه ستيفنس، والستيفنس عباره عن الفورس مع الديسبيسمنت، فاقدر اعبر عن الستيفنس بتاعت البولت بالخط المايل ده، حيث ان الجراف اللي قدامي دوت ده الفورس اللي انا باثر بيها، ودي الدلتا ال او الديفورميشن او الديفليكشن او الديسبيسمنت اللي هتحصل نتيجه الفورس. وبالتالي هنا اف وهنا اكس او دلتا ال، يبقى ميل الخط دوت او السلوب بتاع الخط دوت عباره عن اف على دلتا ال، وده معناه الستيفنس. تعريف الستيفنس هو نيوتن على مليمتر او وحده فورس على وحده ديسبيسمنت. بنفس الطريقه ديت انا رسمت السي بولت ورسمت السي جوينت. طيب يا ترى انا عندي سي بولت وعندي سي جوينت منين؟ تعالوا ناجل السؤال ده شويه وهنشوف ازاي البرنامج هيساعدنا ان احنا نحسب السي بولت والسي جوينت، او ان هو يحسب بدلنا السي بولت والسي جوينت. بمجرد دلوقتي المسمار لما اتشد بمسافه معينه اللي هي المسافه بتاعت التايتنينج، بمجرد ما المسمار ما اتشد المسافه ديت، النقطه دي كانت نقطه البدايه، نقطه ان مفيش فورس وبالتالي ما عنديش دلتا ال. لما بقى بي فورس اسمه بي انيشال او البري ستريس او الانيشال تنشن، اتشد المسمار مسافه الدلتا ال بولت، وبقت النقطه ديت بالنسبه للمسمار هنا اهو. في نفس الوقت بالنسبه للجوينت، الجوينت اتضغطت برضو بس بنفس البي انيشال، نتيجه ان انا لما ربطت هنا نتيجه الربط اتشد المسمار واتضغطت الجوينت، فتشد المسمار بدلتا ال بولت واتضغطت الجوينت بدلتا ال جوينت، اتضغطت عشان كده حطينا الدلتا ال في اتجاه النيجاتيف. طيب ليه الدلتا ال بولت مش بتساوي الدلتا ال جوينت؟ لان بمنتهى البساطه مفيش اي حاجه بتقول ان الستيفنس بتاعت البولت هي نفسها الستيفنس بتاعت الجوينت. دي جيومتري ودي جيومتري، وده ماتيريال وده ماتيريال، وبالتالي ده هيبقى ليه ستيفنس وده كمان هيبقى ليه ستيفنس، وبناء عليه لما الاثنين يتعرضوا لنفس اللود مش شرط ان الاثنين يدوا نفس الرياكشن، بل بالعكس ده فعلا اللي حصل، ان ده ادى رياكشن دلتا ال بولت اكوردنج للستيفنس بتاعته، وده ادى رياكشن دلتا ال جوينت اكوردنج للستيفنس بتاعته. طب يا ترى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسمار مش مجرد انه اتربط وخلاص، انا مش بعمل المسمار عشان اربطه كده، انا عايز المسمار دوت بعد ما يتربط يبدا يستحمل اللود اللي عليه. اذا انا عندي هنا مرحلتين، المرحلة الأولانية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي دي اسمها مرحلة التايتنينج، المرحلة التانية هي مرحلة الوركينج. يعني لو كان المسمار ده على سبيل المثال مثبت كفر في بريشر فيسل، وجوه البريشر فيسل ضغط، في مرحلتين. المرحلة الأولانية ان لسه البريشر فيسل ما اشتغلتش، المرحلة دي انا مجرد بس بربط المسمار.
المرحلة التانية هي مرحلة الوركينج، المسمار بالفعل اتربط وكمان دلوقتي بقى شايل اللود اللي جاي له نتيجة الضغط اللي موجود جوه البريشر فيسل. في مرحلة الوركينج حاجه ان المسمار اللي كان مشدود اتشد اكتر، فبدل ما كان بس بي انيشن ده كمان زاد الشد عليه ووصل لغايه البي ماكسيمم. طيب ايه اللي حصل في المقابل؟ اللي حصل في المقابل ان المسمار دوت لما اتشد اتحرك مسافه اسمها لندا. الديفليكشن ده سمح للجوينت اللي كانت مضغوطه ان تعمل ريليف بمسافه اللندا دي، وبالتالي البولت اللي زاد شد من بي انيشال لبي ماكسيمم وزاد الديفليكشن اللي عليه من دلتا ال بولت اللاندا، في المقابل هاجت ان الجوينت وجدت اللاندا ديت قدامها مساحه او مسافه عملت ريليف، فرجعت الجوينت او الضغط اللي على الجوينت قل من بي انيشال الى بي ريزيدوال، وقل الديفليكشن اللي عليها لغايه ما يوصل الى دلتا ال جوينت ناقص اللاندا. طيب فين سؤالنا؟ سؤالنا يا ترى بعد ما الوركينج يحصل والجوينت بتاعتنا ينزل الضغط من عليها ويحصل الريليف، هل يا ترى البي ريزيدوال ديت هتظل قيمه بالبوزيتيف ولا هتنزل بالنيجاتيف؟ طب انا بسال السؤال ده ليه؟ لان لو البي ريزيدوال ديت وصلت لصفر او كانت قيمه اقل من قيمه السيفتي، ده معناه ان الجوينت ديت ما بقاش عليها اي ضغط، وده معناه ان لو في فعلا هنا بريشر فيسل على سبيل المثال، وده المثال اللي احنا هنستدعيه في التطبيق بتاعنا، لكن هناك امثله اخرى وفي سيشنز القادمه ان شاء الله هنتعرض لابلكيشنز ثانيه غير البريشر فيسل، ولكن احنا بنستدعي هنا بس البريشر فيسل عشان نفهم. لو حصل فعلا ان المسمار دوت نتيجه انه تشد زياده نتيجه الوركينج نتيجه البريشر، حصل بسببه انه تشد مسافه لندا، اصبح الحاجه اللي كانت بتضغط على الجوينت ديت مش موجوده لانها تشدت مسافه لندا، يحصل ايه؟ يحصل ان الجوينت ديت الضغط اللي عليها يرجع تاني لمسافه اللندا، ومعناها ان الشد او الضغط اللي عليها اللي كان بي انيشن قلل بقى بي ريزيدوال. اصبح دلوقتي السؤال المهم جدا، يا ترى البي ريزيدوال ديت اللي انا وصلت لها بعد ما حصل الوركينج، هل هي اقل من القيمه اللي انا عايزها ولا اكتر ولا بتساويها؟ طبعا انا عايز دلوقتي ان انا لو قلت مثلا ان البي ريزيدوال عباره عن 20% من البي اكسترنال اللي هو الضغط اللي على البريشر فيسل، ده معناها ان انا لازم احط في حسابي وبقول ان لو انا مش عايز فعلا ليكج يحصل وعايز الجوينت ديت تؤدي الفانكشن المطلوبه منها، يبقى لازم الجوينت في الاخر يتبقى فيها بي ريزيدوال مش اقل من قيمه كذا. بحساب المثلثات وجدنا تشابه بين المثلثين دول، لان لما حصل البي اكسترنال اللي هي مرحله الوركينج او البريشر اللي جوه البريشر فيسل، زاد الشد على المسمار مسافه البي بولت او بمقدار البي بولت، فاصبح البي انيشال بلس البي بولت ادت البي ماكسيمم، في حين البي انيشال لما قلت على الجوينت قلت بمقدار البي جوينت فنزلت هنا اهو للبي ريزيدوال. بتشابه المثلثات ما بين المثلث دوت والمثلث دوت، نستطيع ان احنا، وده الناس اللي خلقت الكلام دوت كماده دراسيه، تعرف ان احنا كنا بنعمل الجراف دوت عشان نحصل على البي انيشال بمعلوميه البي ريزيدوال ومعلوميه البي اكسترنال، كنت بحصل على البي ماكسيمم وكنت بمشي بخط هنا لغايه ما اوصل للسي بولت وبنزل لغايه ما اوصل للسي جوينت، ومن خلال النقطه ديت ارسم او انزل تحت لغايه ما اوصل للبي ريزيدوال، ومن خلال النقطه دي ارسم موازي للسي جوينت فيقاطع السي بولت عند البي انيشال. طبعا عمليه معقده جدا، طبعا احنا في غنى عن كل الكلام ده دلوقتي لما نيجي نستخدم البرنامج، لكن احنا في الحقيقه مش في غنى ابدا ان احنا نفهم البرنامج هيعمل كده ازاي، لان البرنامج في الاخر ما هو الا كالكليتر، اللي انت هتديهوله بناء عليه هيحسب الحسبه اللي قدامك ديت وهيطلع لك نتائج. كل اللي هو وفره لك انك بدل ما تحسب الحسبه دي بايدك وترسم الجراف ده كله بايدك، هو في الاخر هيدي لك المعطيات. انا عايز اقول اخر خمس دقائق دول انا شرحتهم، لو انت ما فهمتهمش مش مشكله هتعرف تشتغل، لكن ما وعدكش ان انت تبقى بروفيشنال في حاله لو انت تعرضت لموقف مختلف لازم تاخد فيه قرار، قرار بتاع واحد فاهم. تعالوا نكمل الرحله بتاعتنا يدويا. احنا كنا بنحسب السي بولت والسي جوينت بالطريقه بتاعه الكونيكلز، ان احنا نعمل مخروط يمثل الجوينت او بنسميها مخروط التاثير، وكنت بعبر ساعتها عن الاستيفنس ال 1 على سي بيساوي 1 على ال اس اف ال على اي اي، حيث الاي هي اليانجز مودولس والاي اللي هي الاريا، وكنت بقسم مخروط التاثير عندي لجزئين في الجوينت اللي فوق والجوينت اللي تحت، وكنت بعمل نفس الكلام ده بالنسبه للمسمار، الجزء اللي ما فيهوش ثريد والجزء اللي فيه ثريد. طبعا البرنامج دلوقتي مش محتاج يعمل اي حاجه من الحاجات دي، لان بالفعل الجيومتري عنده، بالفعل انا خلاص عديت مرحله الكاد وبقت المعلومات اللي ليها علاقه بالجيومتري متوفره عنده، وكل اللي مطلوب منه دلوقتي ان هو
بمعلوميه الدايمترز والدايمنشنز اللي عنده يحسب هو السي بولت ويحسب هو السي جوينت. يدويا برضو كنا بندخل في سلسله معادلات عشان احصل في الاخر على الاسترس اللي على المسمار، ومنها بنقي الجريد المسمار. بمنتهى البساطه كانت المعادلات ديت عباره عن الاتي: التايتنينج تورك هيضيع جزء منها في التي 2 نتيجه الفلات فريكشن اللي هنا، ثم هيضيع الجزء المتبقي في التي 1 نتيجه الفريكشن على الثريد، يصبح في الاخر على المسمار شير ستريس ديو تو تورشن اللي هي التاو بيساوي 16 تي على باي دي كيوب، والمعادله دي فقط في حاله لو انا عندي راوند كروس سكشن. الحاجه الثانيه نتيجه المسمار عليه شد بي انيشال بقى عندي نورمال ستريس ديو تو تنشن، يبقى سيجما بيساوي بي اي على الاريا. طبعا دلوقتي انا عندي نورمال ستريس وعندي شير ستريس، في الحقيقه انا في الاخر ببقى عايز تاو كومبايند، انا عايز ثيوري من الثيوريز وليكن الفان ميسس ثيوري اللي مشهوره جدا تاو كومبايند ايكوال روت سيجما على 2 سكوير بلس تاو سكوير. بمعلومات النورمال ستريس ومعلومات الشير ستريس بحطهم في المعادله ديت يديني التاو كومبايند، ودي احد الثيوريز المشهوره. في ثيوريز ثانيه زي تريسكا وزي ستاند في نوت، دي احد الثيوري المشهوره قوي اللي هي الفان ميسس ثيوري، في حاله لو انا مش فارق معايا اعرف قيمه الاسترس اللي حصل ده بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، فده العيب بتاعها ان هي بتكفر قيمه الاسترس ولكن في المقابل بتدي لك القيمه الابسولوت اللي بتشوف في الاخر المسمار دوت هيشيلها ولا مش هيشيلها. معلومات التاو ديت هروح بيها على الجداول بتاعه المسامير وقارن التاو كومبايند اللي حصلت بالفعل على المسمار نتيجه اللود اللي عليه في التايتنينج بالتاو اللاوبل اللي هو المسمار يقدر يستحملها بالفعل، ومنها بقدر احصل على الجريد بمعلومية السيفتي فاكتور. وبعدين بعمل تشيك ما بين البي اللاوبل على المسمار اللي انا جبته من الجريد مع البي ماكسيمم اللي هيحصل مع المسمار اللي هو مجموع البي ريزيدوال مع البي اكسترنال. طبعا الكلام ده كله دلوقتي البرنامج يقدر يوفره لنا، لان بمجرد ان انا بديله هذه المعطيات هيمشي هو في المعادلات دي بالنيابه عننا واحصل في الاخر على النتائج. لما ندخل على البرنامج، ودي ان شاء الله ابتداء من المره القادمه لما ندخل على البرنامج هنجد ان الشاشه دي طالعه لنا. طبعا هنعدي على مراحل كتيره، هي مرحله الديزاين ازاي انزل المسمار وعدد المسامير وازاي ممكن اعمل باترن وازاي انزل الصاموله، والكلام ده كله ان شاء الله هنغطيه المره الجايه. لكن احب اعلق بس على الشاشه اللي هتطلع علينا المره الجايه ديت. الشاشه دي فيها ايه؟ فيها معلومات ليها علاقه باللود، ومعلومات ليها علاقه بالسيفتي فاكتور، ومعلومات ليها علاقه بالماتيريال بتاعه البليت والجوينت، ثم في الاخر بيديني النتائج. اشكر حضراتكم ونتقابل ان شاء الله في السيشن القادمه، ندخل على البرنامج ونبدا ننفذ التوتوريالز. تابعونا على يوتيوب ديزاين اونلاين جروب وديزاين اونلاين جروب دوت بلوك سبوت دوت كوم دوت اي جي، وبيرسونال كونتاكت عمرو دوت احمد ات اي ان جي دوت اي اس يو دوت اي دي يو دوت اي جي، وعمرو اس اس ات جيميل دوت كوم. اشكر حضراتكم ونتقابل في السيشن القادمه.